يساعد الذكاء الاصطناعي الأطباء في تشخيص الأمراض، ويساعد الطيارين لقيادة طائرات تجارية ومخططي المدن في التنبؤ بحركة المرور. ولكن رغم ما تفعله أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلا أن علماء الكمبيوتر الذين صمموها ربما لا يعرفون بالضبط كيف تفعل ذلك. هذا لأن الذكاء الاصطناعي غالباً ما يعلم نفسه بنفسه، وذلك باستخدام مجموعة بسيطة من التعليمات لإنشاء مصفوفة فريدة من القواعد والاستراتيجيات. إذن كيف تتعلم الآلة بالضبط؟ هناك العديد من الطرق المختلفة لبناء برامج التعليم الذاتي، لكنها تعتمد على الأنواع الأساسية الثلاثة للتعلم الآلي: التعلم غير الخاضع للإشراف، والتعلم الخاضع للإشراف، والتعلم المعزز. لرؤية كيف تعمل هذه الأنواع، علينا التخيل أن الباحثين يحاولون جمع المعلومات من حزمة بيانات طبية تحتوي على آلاف الملفات الشخصية للمرضى. أولاً، التعلم غير الخاضع للإشراف. سيكون هذا النهج مثالياً لتحليل جميع الملفات الشخصية للعثور على أوجه التشابه العامة والأنماط المفيدة. قد يكون لدى بعض المرضى أعراضاً مرضية مماثلة، أو ربما ينتج عن العلاج مجموعة محددة من الآثار الجانبية. يمكن استخدام هذا النهج الشامل للبحث عن الأنماط لتحديد أوجه التشابه بين ملفات التعريف لمختلف المرضى والعثور على الأنماط الظاهرة، كل ذلك بدون توجيه بشري. لكن لنتخيل أن الأطباء يبحثون عن شيء أكثر تحديداً. يريد هؤلاء الأطباء إنشاء خوارزمية لتشخيص حالة معينة، فيبدأون بجمع مجموعتين من البيانات، أي الصور الطبية ونتائج الاختبارات من المرضى الأصحاء والأشخاص الذين تم تشخيصهم بالحالة. ثم يدخلون هذه البيانات في برنامج مصمم لتحديد سمات مشتركة بين المرضى ولا توجد لدى المرضى الأصحاء. بناء على عدد المرات التي يرى فيها ميزات معينة، سيقوم البرنامج بتعيين قيم للأهمية التشخيصية لتلك الميزات، فينشأ خوارزمية لتشخيص المرضى في المستقبل. ولكن على عكس التعلم غير الخاضع للإشراف، للأطباء وعلماء الكمبيوتر دور فعال فيما سيحدث بعد ذلك. سيقوم الأطباء بإجراء التشخيص النهائي والتحقق من دقة تنبؤات الخوارزمية، ثم يمكن للعلماء الكمبيوتر استخدام مجموعات البيانات المحدثة لضبط إعدادات البرنامج وتحسين دقته. هذا النهج العملي يسمى التعلم تحت الإشراف. لنفترض أن هؤلاء الأطباء يريدون تصميم خوارزمية أخرى لإعطاء نصائح عن خطط العلاج، بما أن هذه الخطط ستنفذ على مراحل وقد تتغير بناء على استجابة كل فرد للعلاج. يقرر الأطباء استخدام التعلم المعزز. يستخدم هذا البرنامج نهجاً تكرارياً لجمع التعليقات والآراء حول الأدوية والجرعات والعلاجات الأكثر فعالية، ثم يقارن تلك البيانات بملف التعريف لكل مريض لإنشاء خطة علاج فريدة ومثالية. مع تقدم العلاج وتلقي البرنامج المزيد من التعليقات وردود الفعل، يمكنه تحديث الخطة باستمرار لكل مريض. لا تعتبر أي من هذه التقنيات الثلاثة أذكى بطبيعتها من التقنيات الأخرى، بينما يتطلب البعض تدخلاً بشرياً أكثر أو أقل. لكل التقنيات نقاط القوة والضعف الخاصة بها، مما يجعلها الأنسب لأداء مهام معينة. ولكن باستخدامها معاً، يمكن للباحثين بناء أنظمة ذكاء اصطناعي معقدة، حيث يمكن للبرامج الفردية الإشراف وتعليم بعضها البعض. عندما يجد برنامج التعلم غير الخاضع للإشراف مجموعات من المرضى المتشابهين، يمكنه إرسال تلك البيانات إلى برنامج تعلم خاضع للإشراف مرتبط به. يمكن لهذا البرنامج بعد ذلك دمج هذه المعلومات في تنبؤاته، أو قد تحاكي العشرات من برامج التعلم المعزز النتائج المحتملة للمرضى لجمع الملاحظات حول خطط العلاج المختلفة. هناك طرق عديدة لإنشاء أنظمة التعلم الآلي هذه، وقد تكون أكثر النماذج المبشرة بالخير هي تلك التي تحاكي العلاقة بين الخلايا العصبية في الدماغ. يمكن لهذه الشبكات العصبية الاصطناعية أن تستخدم ملايين الاتصالات لمعالجة المهام الصعبة مثل التعرف على الصور والتعرف على الكلام وترجمة اللغة حتى. ومع ذلك، فكلما أصبحت هذه النماذج ذاتية التوجيه أكثر، إلا وزادت الصعوبة أمام علماء الكمبيوتر لتحديد كيفية وصول هذه الخوارزميات ذاتية التعلم إلى حلها. يبحث الباحثون بالفعل عن طرق لجعل التعلم الآلي أكثر شفافية، ولكن مع زيادة مشاركة الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، يصبح لهذه القرارات الغامضة تأثيرات كبيرة متزايدة على عملنا وصحتنا وسلامتنا. لذا بينما تستمر الآلات في تعلم كيفية التحقيق والتفاوض والتواصل، يجب علينا أيضاً التفكير في تعليمها كيف تعلم بعضها البعض للعمل وفق نظم أخلاقية. للتاريخ الرائع ومغامرة الفضاء الخارجي وفلسفة الانحناء للعقل والإجابات على أكثر الأسئلة العشوائية التي لديك حول جسمك وأكثر من ذلك، اشترك في هذه القناة. ترقبوا وابقوا فضوليين.